تجمع الأمين عدد العوائل 286 عائلة مهجرين من ريف حلب الجنوبي وريف إدلب الشرقي، وأغلب العوائل بهاي العاصفة يعني تركت خيمها لأنه خيمة عم الشرمى عليهم، أثاث الخيمة يعني صار مي، الإسفنج الفرش كله تبهدل. وبالنسبة لموضوع التدفئة، موضوع التدفئة المعاناة أكبر، قليل من العوائل اللي عندها صوبات، واللي عنده صوبة أحيانا ما يكون عنده مواد تدفئة. هلا نحن عنا صوبات وعنا كل شيء، بس ما عنا شيء نحرق فيه. ولن أزرق دوما يش، ثم يخط النور فيظهر كتاب، ما أحلى كتاب أول. كنا بنروح على المدرسة، كنا ندرس، كنا كمان بيوزعونا هيك وندرس. وبعدين هدت المدرسة بالليل وقت بهذا المطر، طافت من الهواء، بعد ما طافت من الهواء والمطر بتغل الكوادر، فارت الله هدت المدرسة. فأنا فكر ما ضل في مدرسة، وصحيح ما ضل في مدرسة. في كمان عبطوف العالم، ونحن عم نطوف وقت العالم بالطوف، رح نروح نساعدها، ونحن بنطوف العالم ساعدنا ونساعد بعض.